مسلسل سكويد جيم او لعبة الحبارة يلي حاليا مكتسح السوشيال ميديا. لعبة الحبارة صار اكتر مسلسل مشاهدة على تاريخ نتفليكس، يعني من تاريخ انشاء نتفليكس لحد الان. تخيل انه هذا اكتر مسلسل الناس بتحضره، يعني لا كاسا دي بابيل وبريكنج باد صاروا كخاب. المسلسل سيطر على عقول الناس بطريقة مو طبيعية، يوتيوبر حكوا عنه، يوتيوبر تانين عم يلعبوا الألعاب يلي انلعبت بالمسلسل. اليوم حنلعب لعبة الحبار. شركات ألعاب عالمية صنعوا نسخة أو مود عن المسلسل، صارت اللعبة موجودة على كل تلفزيون، على كل تليفون، بكل مكان. وحتى في شركات ألعاب صممت دمى على شكل الدمية يلي بتقتل الناس بأول اللعبة. أوكوماتي بوبلك كنيبا دبحت العالم اول اللعبه، الدميه هي جزرت بالعالم. علي الحلال الدميه هي اسمها لازم عزرائيل، اخذت ارواح العالم كلها. وكومابي لو بتق. والسؤال المهم، هل راح يكون هذا المسلسل بوابه للكي دراما، يعني للدراما الكوريه، مثل ما سوت الكي بوب لما اكتسحت موسيقى البوب العالميه؟ طيب من وين اجى كل هذا؟ راح اعطيك خطوه بخطوه شلون قدرت نتفليكس بالدعايه والماركتنج اللي ساوته وفكره المسلسل والشغلات الحقيقيه اللي بتصير بعقلك الباطني من دون ما تحس، من اسقاطات وغيره بتخليك تتابع المسلسل من الحلقه الاولى لاخر دقيقه بالحلقه الاخيره. ما لازم تعمل بهذا الفيديو قد ما تعمل لايك وتشترك بالقناه لو ما كنت مشترك. لو بجي لك المهم للتنويه انه انا كمان تابعت هذا المسلسل بعد اقتراح من امي. يا والله امي اقترحت علي انه اتابع المسلسل، كنت جاي من السفر وقالت لي والله لازم تشوف هذا المسلسل. ليش؟ وتخيل انه امي عمرها فوق الأربعين سنه حكت لي قصه المسلسل وانه لازم من كل ولا بد اني اتابعه. فشوف قدره المسلسل انه يقنع الشخص الكبير بالعمر والصغير بالعمر انه يتابعه. شوف قديش فكره المسلسل قويه وشوف قديش في سيطره على العقل يخليه يتابع كل شيء ويقترحه لغيره. بما انه المسلسل ترند حاليا ففي كتير فيديوهات عم يحكوا عن الموضوع، عم يعرضوا معلومات شي منه مظبوط وشي منه ما له اي وجود، بس لانك انت ماي فريند تبعي راح احكي لك كل الاسرار تبع المسلسل، بالاخص اذا كنت انت متابع للمسلسل راح افرجيك كميه المعلومات اللي انت ما انتبهت عليها، وراح اعرض لك ماي فريند لقطات من الكواليس حصريا بقناه موسى الحلو الاولى عالميا وعربيا وكوريا حتى. فينا نقول روح اسحب اشتراك نتفليكس ما بدك اياها، تعال عندي هون انت عندك كل شيء. بس خليني اعطي شرح كتير سريع للناس يلي بدها تسحب اشتراك نتفليكس وتضل هون مشتركه معي بالقناه حتى يفهموا فكره المسلسل. فكره المسلسل قائمة على ألعاب للأطفال، واللي هي إنه يجيبوا مجموعة من الأشخاص يلي لاطتهم الحياة 600 ألف صرماية بخلقتهم، هذا اللي عليه ديون مبالغ هائلة، هذا اللي مرته تاركته، هذا اللي ما عنده أي شيء يسويه بالحياة فجاي، ما عاد جايين يعني، يا رايحين خذوني معاكم، فجامعين بهاي اللعبة 456 شخص، حياتهم برا اللعبة كثير كئيبة، واقترحوا عليهم إنه يلعبوا معاهم لعبة، والفايز بيتحصل على 43 مليون دولار. يا معلم ماي فريند لو يحطوني أنا بهذا الموقف أكيد ما راح أقول لا، راح أروح وألعب مع الناس. بس هون الأكشن، الأكشن باللعبة ماي فريند، بحال ربحت راح تاخذ 43 مليون دولار، هذا الشيء ممتاز، بس بحال خسرت راح تتصفى مباشرة. خلينا نروح اول شيء نحلل كم شغله بسيطه بالمسلسل لفتت لي انتباهي بصراحه. اول شغله لفتت لي انتباهي بالمسلسل واللي هي الالوان، الالوان بالمسلسل مختاره بطريقه سفاحه، الوان جدا حلوه تلفت لك انتباهك بشكل كتير كبير، وهي سياسه متبعه بعالم صناعه الافلام او المسلسلات او حتى فيديوهات اليوتيوب. مثل مو شايف ماي فريند حط لك الوان لحتى اجذب لك انتباهك، لحتى هيك اسحبك لعندي ماي فريند، تعال يا امي تعال يا امي يا حبيبي اديني قبلة. فبهذا المسلسل مختارين الالوان بطريقة جدا جميلة، يعني بتخليك انك تتابع المسلسل بس من ورا جمالية الالوان، الوان زاهية كتير متناسقة مع بعضها كتير بتحسسك كأنك بمدينة ملاهي. وهون نجي على اول نقطة اللي هي نقطة مهمة كتير، انه كلياتنا في بداخلنا اطفال لانه كنا اطفال طبيعي ومنحب الالوان الزاهية، فهون عم ياخذك المسلسل باتجاه الطفل اللي بداخلك. كون المسلسل مبني على العاب الاطفال يلي كنا نلعبها ونحن صغار، اللي راح يفاجئك بالموضوع ماي فريند انه العاب المسلسل كلياتهم لعبتهم وانت صغير، حتى لو كانت تسميتها مختلفه بالكوري مثل لعبه
ضوء احمر ضوء اخضر. هاي اللعبه موجوده بالشرق الاوسط وانا نفسي لعبانه، اللي هي انه في شخص بيعد من واحد لثلاثه وبنهايه العد لازم تاخذ وضعيه الصنم، لهيك اسم اللعبه 1-2-3 صنم، ولازم توقف عن الحركه واذا تحركت تطلع لبرا. بس بالمسلسل اذا تحركت بتودع المونديال نهائيا، ما في خلص باي باي شيلوه. او خذ مثلا لعبه شد الحبل المعروفه، او لعبه القلل الدحل، ما بعرف انتو ايش بتسموه بمناطقكم بس بمناطقنا اسمها قلل. وانا متاكد انك مشلح نص عجيان حارتكم القلل تبعون والقلل الحلوبي والقلل الازرق يلي بيجيب اي قلل وبيصيده، الا لعبه الحبار الكوريه المميزه يلي نحن نفسنا ما بنعرفها وما نلعبانينا قبل. وهون المسلسل عم بيقول لك هو نفسه، شوف ماي فريند، مسموح له يستخدم كلمه ماي فريند مره واحده، الالعاب يلي كنت تلعبها انت وصغير هاي هي. وهون بتصير عمليه بالدماغ اسمها عمليه الاسقاط، يعني بتحس حالك انت قريب من اللعبه لانه انت لعبان هاي الالعاب كلها. مركز معي انت لحد الان ماي فريند، خليك مركز ولا تضيع ولا تتطلع على اللي جنبك اللي عم يحكوا بمواضيع ما على اي معنى، خليك مع مواضيعي ماي فريند. خلينا نرجع شوي لموضوع الالوان، بما انه الالوان بلشت تروح من عندي. مثل ما حكينا الالوان عنصر كتير مهم باي فيلم او مسلسل. بمشاهد الادراج مطرح ما كانوا اللاعبين يطلعوا ويفوتوا على منطقة اللعب، صمموا هاي الادراج خصوصي لهذا المسلسل، وكان التصميم مستوحى من لوحة عالمية مشهورة لفنان هولندي اسمه MC اشر، واسم اللوحة Relativity يعني النسبية. وتجسيد اللوحة بالمسلسل كان اسطوري بصراحة، لانه المعنى من هاي اللوحة السبع ادراج هي صلة وصل بين عوالم مختلفة، قوانينها مختلفة عن القوانين اللي بنعرفها بعالمنا نحن. وبالفعل كانوا اللاعبين مجرد ما يتركوا مكانهم ويروحوا على منطقة اللعب تختلف العوالم وتختلف القوانين، وبتتحدد على أساس الأشخاص يلي صمموا اللعبة، هن الأشخاص اللي بيحددوا القانون. وهون في رسالة سياسية أو رأسمالية عم يحاول المسلسل أنه يعطينا إياها بعدين، رح نحكي عنها بعدين. بس تخيل معاي أول شيء أنه أبطال المسلسل، هذا البطل اللي اكل قتلة بمحطة القطار شينغ هونغ اونت، طبعا الاسامي كلهم غلط لحد يركز فيهم، والمزة الكورية الثانية اللي كانت معاهم سينغ هونغ اوني اللي كانت شخصيته قريبة لشخصية طوكيو بمسلسل لكاسة بابيل، والحجي وباقي الممثلين التانيين كلياتهم ما كانوا شايفين اللوكيشن تبع التصوير قبل التصوير. المخرج خلاهم بأول يوم تصوير يشوفوا اللوكيشن مشان هن نفسهم ينبهروا أثناء تصوير المسلسل. وبالفعل بطل المسلسل أول يوم تصوير قال إنه نحن كنا محتارين إنه نبلش تصوير ولا ناخد سيلفي مع اللوكيشن الخارق هذا اللي شايفينه. هذا طبعا على قد ما انبهروا باللوكيشن. اذا بدنا نرجع للبنت الكوريه اللي شخصيتها بتشبه كثير شخصيه طوكيو، بنشوف حتى انه لبس المنظمين تبع اللعبه كثير قريب من لبس عصابه البروفيسور بلاكاسا دي بابيل. فهل برايك ماي فريند كانت هي حركه مقصوده من المسلسل؟ اذا عندك جواب قل لي، لانه انا عن جد ما عرفت ايش هو المغزى من هاي الحركه. هيك شغلات بتكون كثير خطيره بمسلسلات مدفوع عليها كميه مصاري كبيره، لانه اي تقليد ممكن يخاطر صاحب المسلسل انه يكون مسلسله مقلد ويحترق المسلسل كله من وراء تقليد. بس لنكون صريحين، اللبس كان فيه كتير تشابه من لبس عصابه البروفيسور بلاكاسا دي بابيل. فهون هل كانت هي حركه مقصوده، حركه دعايه، ولا هن كانوا محضرين اللبس من قبل وما حبوا يغيروه؟ نجي حاليا ماي فريند على معلومه غلط منتشره حاليا كتير على السوشيال ميديا، واللي هي الدميه الكبيره يلي قتلت العالم اول اللعبه. هاي الدمية ما أنا مصممة بس للمسلسل، هاي الدمية كانت موجودة أصلاً قبل المسلسل بمتحف المغامرات بطوكيو بمتحف المغامرات بكوريا، وحاليا رجعوها على المتحف مره ثانيه بعد ما خلص التصوير. المسكينه ضيعت ايدها، شكله التصوير كان كتير متعب بالنسبه لها. وبتحسن تقول ماي فريند انه هاي الدميه صارت هي تعتبر رمز لمسلسل، شو كان اسمه المسلسل؟ سكويد جيم. يعني صار في منها هلا ساعات منبه، صاروا يسووا منها تماثيل بمدن معينه وبمولات مثل مول برلين. والله هي فكره، هي لازم يحطوها على محطات القطار وانت راقد على قطارك بالمانيا تسوي لك اوكوماكي. مهم، معلومة الثانية المضبوطة بالمسلسل اللي هي رقم التليفون اللي موجود على الكرت، هذا الرقم صاحبه ابتلى أول المسلسل، لأنه الرقم كان لشخص كوري حقيقي، مواطن كوري مثل حكايتي، مواطن سوري. بس العذاب اللي تعذبه أول المسلسل بما أنه كان يجي له 4000 مكالمة باليوم الواحد، تحول لهنا ماي فريند، لأنه يقال أنه باع الرقم هذا بمبلغ تقريبا 80,000 دولار أمريكي، يعني علوان يجيني على رقمي 7000 مكالمة باليوم وأبيعه ب 80,000 دولار. أول شغلة بسويها بترك اليوتيوب. لا ماي فريند، وين أتركك؟ I love you ماي فريند، وي دونت سي بيتش أذر، إحنا بنضل سوا مع بعض. بس أنا بتوقع، هذا رأي شخصي، أنه هاي الحركة كانت حركة ماركتينج، يعني هن أصحاب المسلسل اختاروا أنه يكون
هذا الرقم حقيقي لشخص مواطن عادي كوري، وبعدها بس يبلش هذا المواطن انه تجي له اتصالات كتير رح تكتب الصحافة عن هذا الموضوع وسووا دعاية يعني بشكل مجاني ماركتينج. في معلومة تانية خفية انه الست ألعاب يلي كانوا المتسابقين عم يحاولوا يعرفوهم قبل المسابقة كلياتهم موجودات على حيطان الغرفة اللي كانوا يناموا فيها، بس ما كانوا يشوفوهم لأنه السراير كانت محطوطة داير من دار الحيطان وما حدا انتبه عليها لحد ما ماتوا أغلب الناس الموجودين وشالوا السراير تبعهم وبلشنا نشوف الألعاب كلياتهم موجودات على حيطان الغرفة. هون بنجي على آخر نقطة واللي هي الأهم، شلون قدرت نتفليكس أنه تحافظ على عرشة أنه تكون هي المنصة الأكثر مشاهدة أكثر من يوتيوب ومن فيسبوك وأكثر حتى من التلفزيونات العادية. نتفليكس بآخر سنتين هي أكثر منصة مشاهدة بالعالم، مسيطرة على عالم المرئيات وصناعة الأفلام والمسلسلات، هيك على حسب إحصائيات آخر سنتين من لما ضرب مسلسل لكاسة بابيل أو مثل ما معروف مسلسل البروفيسور. صار أي واحد بده يشوف هذا المسلسل، صار الماركتينج تبع المسلسل كتير قوي ونسبة كبيرة من الناس اشتركت بنتفليكس بس لحتى يشوفوا هذا المسلسل لأنه كل الناس عم تحكي عنه بعد ما حقق نجاح بالجزء الأول والثاني. بس بعدين للأسف بالأجزاء اللي لحقته صار المسلسل تجاري بحت والهدف منه دعائي وربحي فقط لا غير، مع أنه أنا من أكثر الأشخاص المعجبين بهذا المسلسل بأفكار المسلسل وأنه كان مسلسل غير تقليدي وعناصر المفاجأة فيه كانت كتير قوية ما كنت تتوقع إيش رح يصير بالحلقة اللي بعدها. مشان ما يحرقوا للمسلسل على الأخير ويحلبوه مثل مسلسل باب الحارة مثلا الجزء 57 رمضان جاي برعاية شرقة قبنبض وقنبض. أنا بدي هلا بصوروني شلون ولدت شلون ولدت لك برت لا الكاتب عم بكتبه ما عم صدق. أنتجوا مسلسل جديد يكون خليفة ناجحة للمسلسل الأول وهيك بيضلوا مسيطرين على عرش صناعة الأفلام والمسلسلات. وللأسف رح يكون مسلسل لعبة الحبارة بعد جزءه الثانية اللي لسه ما تقرر أصلا مسلسل تجاري بحت مثل المسلسلات اللي قبله، لأنه الشركات الكبيرة بس يضربوا ترند بمسلسل أو بفيلم ببلشوا يضغطوا ضغط كبير على شركة الإنتاج أو على المخرج والكاتب بأنه يلحقوا لهم الجزء الثاني مشان يشحنوا أكبر كمية مصاري من هذا العمل واللي هو عم يصير حاليا. والطبخة بس تنطبخ على السريع إيش بصير؟ هاين عليكم يا فريند. لذلك بنصحك انك ما تشترك بنتفليكس وما تحضر المسلسل، والافضل انك تشترك بهاي القناة وتحضر فيديوهاتي القديمة وتستنى الفيديوهات الجديدة اللي راح تكون كمان قوية مثل لعبة الحبارة واقوى. بس اذا بدك تحضر المسلسل من كل ولا بد وما عندك نتفليكس، في يوتيوبر اسمه رامي عبد الحي سوى ملخص للمسلسل كامل بنص ساعة تقريبا وراح اترك لك ماي فريند رابط الفيديو اللي هو سواه، ممكن تحضر الملخص عليه. حط لنا لايك للفيديو واشترك بالقناة واكتب لنا لعبة الحبارة هي كلمة السر لفيديو اليوم. بشوفك ماي فريند بفيديو برلين يلي راح يكون يا ويل حالي ويل ويلا. سلام ماي فريند.